مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر ينضم معنا عبر سكايب الخبير الاقتصادي عامر الجوادري. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني بغداد وأربيل أعلنا عن التوصل إلى اتفاق يعني على إغلاق المنافذ غير الرسمية. هل هذه المنافذ لها علاقة بعمليات التهريب؟ هل يفترض أن يحد ذلك من عمليات تهريب العملة أم الأمر لن يغير الكثير من المشكلة؟ تفضل. تحياتي لحضراتكم والمشاهد الكريم. يبدو لي يعني خلينا ننظر للأمر من خارج نطاق الحوارات هذه اللي طالت سنين. أولا، هو الاتفاق ليس بالضرورة أنه هو يحد من التهريب أو غيره، لأنه أولا المنافذ غير الرسمية موجودة ليست فقط في إقليم كردستان، واضح يبدو لي هيك. ثانيا، هي درجة الضبط العمليات الجمركية في كل منفذ، هذا لازم نبحث عنه سادتي الكرام. لكي لا ننسى أنه إحنا إشقد الإيرادات التي تأتي للحكومة. يعني ربطت كلامكم، تطرقتم بالمقدمة إلى الموازنة التخطيطية. الموازنة جزء منها هي إشقد تجينا إيرادات خارج النفط. ما شكو عندنا إيرادات، إنتاج محلي ضعيف للغاية جدا، عندنا الضرائب والجمارك وباقي الرسوم. هذا الموضوع البالغ الأهمية، وهو توحيد الرسوم الجمركية ووفق القانون. يعني هم يراد لها مراجعة، هاي موضوع الحاوية بمليونين، الحاوية الصغيرة والكبيرة. يعني هنا تسمح لي أقول لك، يعني حكومة الإقليم طلبت من بغداد الاعتراف بالمنافذ الموجودة في كردستان. يعني كيف ستكون آلية احتساب أو تقاسم الإيرادات؟ هل ستوافق أربيل على كلامك على إرسال الإيرادات للخزينة الاتحادية أم لا؟ سيد الكريم، هو إذا يعني هم هذا الكلام صار لسنوات طويلة، يعني الحوارات والمفاوضات وغيرها. الآن واضح جدا الأخوان من الإقليم جوي بالنيات أكثر يعني إيجابية. يبقى درجة الالتزام، هذا موضوع يعني الفترة السنين السابقة لم يتحقق شيء، نأمل يتحقق إيجاب بالسنوات القادمة. المهم أولا سيد الكريم، أن تستحصل الجمارك، الرسوم الجمركية بوفق القانون. القضية الثانية هي أن تروح للخزينة المركزية، هذه يجب. بغض النظر سيد الكريم، أنا أريد أن أنوه عن شيء، هي كلما تحسنت الأساليب والتعاملات الجمركية وقلت البيروقراطية وقلت الممارسات الغير نظامية في باقي مناطق العراق، ستذهب بضائع أكثر إلى الوسط والجنوب تدخل العراق. هذا مسألة مهمة أريد أن ألمح لها تلميحا، والواضح للمتلقي واضح له ماذا نقصد. لذلك عندئذ سوف لن تكون بتلك المبالغ فائقة الكبر والحجم الذي نختلف عليه كثيرا، لأنه يعني أنا لا أقلق كثيرا أنه أين تذهب تلك الموارد، خاصة إذا ذهبت ونستقطعها ونقدرها كما نستقطع ونقدر إيرادات النفط. كل شيء علاج. طيب أستاذ عامر، يعني حضرتك ذكرت توحيد التعرفة، يعني توحيد التعرفة الجمركية في منافذ المركز والإقليم، يعني كيف ستكون الآلية واحتساب الرسوم الجمركية؟ يعني وهل سيعود ذلك في السيطرة على أسعار السلع والبضائع اللي تهم المواطن؟ سيدي، أسعار السلع يعني خلينا نكون واضحين أيضا. يعني أنت اليوم الدولار عمليا انخفض سعره على المستورد، يعني إحنا ما نقيس شهر وشهرين. طبعا إحنا دائما نقيس يعني حد أدنى 6 أشهر أو سنة. لكن النقطة سيدي الكريم هي خلينا ننظر للأمر النية الصادقة. عزيزي، احنا عندنا اشكال في البلد عموما، وهو كل يريد ان يستحوذ على اموال ويضع في هاي ذكرتها النية الصادقة استاذ عامر. هاي يعني هو كل الشارع العراقي يعرف عدم الثقة اللي موجود ما بين الكتل والاحزاب السياسية والتقسيمات والمسميات اللي موجودة الان. يعني غير هذا ما نقدر. انا الذي أريد أن أقوله، إحنا عدنا عدا هذا الموضوع اللي طرقت له، إحنا عدنا المنظومة القيمية للمجتمع، موظفين، إدارات عليا، شوف أنت هيئة النزاهة استدعت حوالي 89 بين مسؤول كبير ومسؤول
ليس كبيرا قليلا. ماذا يعني هذا؟ أجد هذه زادت. احنا نتكلم عن المنظومة القيمية للأفراد، أفراد المجتمع عموما، والأفراد الذين يهيمنون بإدارات المؤسسات، الإدارات العليا وحتى الموظفين العموميين. لذلك عندئذ تتكلم حضرتك عن توحيد الرسوم الجمركية وغيرها، لما تكون هذه النوايا هي لخدمة شيء اسمه البلد، الخزينة العامة، أنه أنا بالنتيجة راح تجيني إيرادات لكل منفذ جمركي، أكو نسبة من الإيرادات يفترض أن تساهم في تطوير المحافظة تلك والمنفذ نفسه. عندئذ إحنا خلينا ننظر للأمور الأكبر، وهو سيادة القانون وعملية المحاربة الحقيقية للفساد، اللي هو أول محور من محاور المنهاج الحكومي. يعني حتى بالسعر وفرق السعر، يعني هناك عدم محاسبة، يعني المتلقي مثل ما ذكرت والشارع العراقي وبصورة عامة يباوع أنه إذا أكو فارق بالنسبة لسعر بيع البرميل هذا وين دا يروح؟ أكو رقيب، أكو محاسبة، يعني كثير من الأمور يجب وضع حد إلها. يعني هذه كلها راح تدخل من ضمن الدخل اللي داخل الدولة العراقية، لكن النتيجة وين؟ يعني منو دا يحاسب؟ وين دا تروح؟ ولذلك سيدي الكريم والمشاهدين، ولجنة مكافحة الفساد في هيئة النزاهة نقول العملية كبيرة جدا، والتحدي أكبر مما يتخيل أيا كان، وأكررها، التحدي أكبر مما يتخيل أيا كان، تحدي كبير للغاية، وهو يعتبر أساس حقيقة، خلينا نقولها أساس وجود العراق كإدارة. يعني إذا كان التحدي أستاذ عامر، مو إحنا شغلة راح تجر شغلة، إذا كان التحدي الموازنات السابقة على سبيل الافتراض يعني حسبت حسبة وبرميل النفط على 40 دولار، على 45 دولار، وبيع ب60 إلى 70 دولار، الحكومة اللي جتي وراها ما حاسبته، يعني والحكومة اللي راح تجي أيضا ما راح تحاسب الحكومة اللي قبلها، إلى متى؟ لا خليني هذا الموضوع لنغادر أرجوك، هذا الموضوع. نعم تفضل. يعني إحنا لا، هذا لا يعني أنه عندما يتم بيع سعر النفط بسعر أكثر مما كان مخططا كأنما يذهب إلى جيوب أو غيرها، لا كلا، هي ليست هكذا. طيب. الموضوع أنه هذا دائما هي حققت إيرادات، والإيرادات دخلت في أماكن سليمة، إنما هو سوء الإدارة الذي أدى إلى إفساد. إذا هو فقط صفقة أو سرقة القرن كانت بحدود 2.5 مليار، ويقال حسب اللجنة اللي حسب ما صرحت به السيدة عضوة البرلمان قالت حوالي 3 مليار. هذا هي إهنانة، أو عمليات التنفيذ التي لم تكن سليمة والتي كان فيها فساد، هي إهنا هو التسرب. نعم. بالعكس، الآن نحن فرحين، اليوم لا نزال نحن فرحين أنه هناك فرق بين السعر المخطط أو المتوقع أن يكون. نعم. مخطط في موازنة 2023 والمتحقق لغاية الآن. هاي الفروقات تنطينا فسحة، لكن يفترض أن لا نستثمر تلك الفسحة اللي هي الفوارق المالية بأمور غير إنتاجية. خلينا هيك نقول، هالأموال يفترض نستثمرها بأمور إنتاجية تحسن من اقتصاديات البلد وتقلل من ريعيته وتنوع اقتصاده. نعم، هذا ما يتمناه كل مواطن عراقي. الخبير الاقتصادي عامر الجواهري كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلى